لا أسلاك شائكة هنا تفصل بين الجديد ومحبيها، لا أسلاك شائكة ولا أسلحة هنا ترد عن الجديد مبغضي الحرية وأتباع الهمجية. صباح جديد يبزغ على الجديد، صباح يبدأ بتنظيف أسود البغض وشظايا زجاج ويستكمل باستقبال الأصدقاء من المدخل المشظى والمحروق. يدخلون ليجتمعوا إلى أسرة القناة ويستنكروا الاعتداء. مسؤولون سياسيون وحزبيون وزملاء طالبوا برفع الغطاء عن المعتدين. أتينا بمعية السادة معالي الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية في التجمع المسيحيين المستقلين لنسجل أشد عبارات الاستنكار والإدانة لهذا العمل الذي استهدف هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الجامعة بامتياز. أعتقد المفروض أنه نتعلم من اللي مرق، نتعلم من التجارب اللي سبقت، وما نعود نخلي الناس تقدم على هيك أعمال. مفروض الأمن يضرب بإيد من حديد، هذا هو الحل. مفروض الأمن كان جيش أو قوة أمن ما يسمحوا بتكرار هذه الحوادث المتنقلة. فأنا باسم أسرة النهار وباسم الشخصي بعلن عن تضامننا مع نيو تي في فردا فردا، وبنرفض هالوسائل العنفية بالتعامل، وعلى القوى الأمنية وعلى الدولة أنه تاخد موقف بأدي قاعدة تتفرج على المتظاهرين وعلى إقفال الطرقات وعلى حرق الدوليب كل يوم. هذه المحطة هي محطة أبطال دفعت شهداء وقالت الكلمة الحرة. كل الناس في وقت من الأوقات اعتبروا أنهم من رأي هذه المحطة، وفي وقت آخر أنهم هم ليسوا من رأيها، لأن الحرية لا تعني أن نقول ما تريد أن نقوله. وتلقت القناة سيلا من الاتصالات والبرقيات المستنكرة من شخصيات سياسية وأحزاب ومؤسسات تربوية وأعلامية يصعب اختصارها في تقرير لا تتسع سطوره لشكر المتضامنين، لكنها تفيض بمحبتهم. وفي المعلومات التي حصلت عليها الجديد من مصادر أمنية رفيعة المستوى أن المجموعة المعتدية تابعة للمدعو محمود عكنان، وهو مسؤول سابق في سرايا المقاومة. يقال أنه طرد لأسباب أخلاقية، وحتى الساعة لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على باقي المجموعة المعتدية باستثناء وسام ناجي علاء الدين، وهو غير وسام علاء الدين الملقب بالبطل. علاء الدين الذي تعرض لحرق كبير في رجله وذراعه أثناء إشعاله الإطارات أجريت له عملية جراحية، واعترف بالتحقيقات أنه ينتمي إلى سرايا المقاومة، لكن مصادر حزب الله تنفي أن يكون منتسبا إلى السرايا بالقول نحن لا نتنكر لناسنا. وعن الدوافع التي جعلته يقوم بهذا العمل قال علاء الدين أن تصرفهم جاء كرد فعل على كلام الشيخ أحمد الأسير لأنه غير مقبول. وللتذكير فأن السرايا هي تشكيل تابع لحزب الله أسس عام 97 ويضم عددا من المؤيدين للحزب من طوائف مختلفة، ولكنهم غير المنتمين إلى الجسم الأساسي للحزب. حاولنا التواصل مع عائلة علاء الدين من قبيل الوقوف على رأيها والدوافع الحقيقية التي حدت بابنها للقيام بهكذا تصرف، فكان هذا الاتصال بشقيقته. أنا عندي أخوة شباب ولا حقي من الأخوات ينتمم لأي الحزب من كان. نحن من طائفة الشعية، الطائفة الشعية حركة وحزب، نحن هايدي عين وهايدي عين، نحن مؤيدين مش أكتر ولا أقل، لا داخلين بحزب ولا ولا عنصر من عناصرهم. هيدا الشيء بس اللي بحب وضحه، أكثر من هيك ما تكبر القصة. خيي ما عمل هيدا الشيء مستهدف التلفزيون الجديد، هو بالذات ما هو المستهدف، مش انه رايح هو قصد للنيو تي في، هو بس استنكارا بس للموضوع الاستقبال استقبلته على التلفزيون الجديد مع أحمد الأسير. وفي انتظار استكمال التحقيقات الرسمية فإن علاء الدين ورفاقه الأربعة هو من الفريق الحاضر أبدا في التاريخ اللبناني، الطابور الخامس، الحزب الأكبر على الأراضي اللبنانية هذه الأيام.